انا عايز اقول على نور الشريف كلمه مهمه، ان دايما الناجح بيتهم باتهامات كثيره جدا، واخد بالك؟ يعني ممكن اتهم باكتر من حاجه، اتهم بقى في بخيانته لبلده لما عمل ناجي العالي، اتهم بشذوذ فكري لما عمل مسلسل مثلا فيلم زي قلب الليل، اتهم في حاجات زي مثلا الناي اللي عمله مثلا في الصعيد اللي ما ظهرش للنور وما كملش فيلم، ما كملش، واتهم كتير من الرقابه ومن حاجات عناصر كتيره جدا، واتهم ان عرف ناس، واتهم ان كذا، وكل دي غير حقيقي. نور الشريف كان بيشتغل الفن للفن، نور الشريف كان بيحب الحكايه بجد، نور الشريف كان صاحب قضيه بجد، كان بيعشق الشغلانه بجد. الله يرحمه، كان راجل عظيم، ويعني مش هقول ان مصر اكيد ولا ده، لكن صعب ان نجد نور الشريف تاني، زي صعب ان نجد عناصر فنيه كتيره ما تتكررش منها نور الشريف. هو وقع في كمين صراعات بين الدول وبين المنظمات وبين الحكومات، لكن اصراره على انه يعمل ناجي العالي، وانا مش ناسي الحمله اللي اتعملت في احدى الجرايد الكبرى تخصصت انه كل اسبوع صفحتين، وغير بقى المقالات اليوميه التانيه اللي في الجرايد الاخرى، يعني كانت حمله فظيعه جدا هو تحملها، غير المقاطعه اللي حصلت، غير غير غير، لكن هو برضو من الحاجات اللي تحملها نور الشريف بشجاعه جدا. دايما نقطه ضعف الاب بناته، هو بيمنحهم كل الحنان اللي بيكون رصيد لهم اذا ما تعرضوا لقسوه الحياه. بتتضاعف رعايه الاب لبناته لو كان الاب ده نجم زي نور الشريف بيقضي معظم وقته في العمل، لكن مهما كان النجاح في العمل لا يمكن ان يقارن بلحظه حب بين نور الشريف مع مي او ساره. خميس عشان يتقدمني كان بابي تعبان، لكن لما انا عيد كان بابي الحمد لله كان كويس. فعلا لما باجي ببص على سنين، على ما فهمت ان انا عندي، انا ما عنديش حاجه فظيعه، بس انا ما كنتش فاهمه انا عندي ايه، على بس الفتره دي كانت قد ايه محيره في حياتي، لان انا باخد ادويه وانا مش فاهمه انا عندي ايه ومش بتحسن. لما باجي ببص على الثلاث سنين دول او الاربع سنين، حقيقي ما كنتش اقدر اعدي بيهم، اعديهم من غير بابي، وطبعا من غير اختي ومي، اختي مي ومامي. بس فعلا بابي يا حبيبي كان موجود حتى معايا في السفر، كل رحلات العلاج بتاعتي كان هو اللي معايا فيها هو ومي. بابي ما كانش يحب يبين ان هو قلقان ولا بتاع علشان ما يقلقنيش. بس حقيقي انا متاكده ان هو عيايا برضو اثر فيه كتير، خلاه حتى ينظر للحياه بيتهيالي بشكل مختلف. بابي طول عمره قارئ نهم، لكن بقى بيقرا اكتر واكتر بعد ما انا كمان معيت. ما كنتش اقدر اعدي بالمرحله دي من غيره خالص. لما جيت اتجوزت كان هو يا حبيبي تعبان. هو لما جه خميس وانكل محمد بابا وكده، الاول طبعا انا ايه، مامي اللي قالت له، يعني انا قلت لمامي، وما يعني عائله مصريه يعني تقليديه جدا، رحت قلت لمامي ومامي هي اللي قالت له، وقال لها طيب اوكي نشوفه. وقعدوا يعني قعدنا مع بعض وكده وبتاع، بس هو يا حبيبي كان تعبان. قال لي جمله حلوه جدا، قال لي اخطر حاجه في الحب والجواز انه محدش يعتمد ان اللي قدامه بيحبه. يعني بمعنى ايه؟ مش انا معتمده انه خميس بيحبني فافضل اخد 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 وما اديش، ولا هو يعتمد ان انا بحبه فيفضل ياخد 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 وما يديش. الحب ينقص ويقل لما حد يستغل اللي قدامه، يفضل ياخد وما يديش. ودي انا شايفاها انها قد ايه فعلا نصيحه حلوه.